مساء الفل على كل اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي في كل مكان. اهلا بيكم في حلقه جديده ومواضيع مختلفه من برنامجكم الحريفه. اهلا بيكي يا اميره. اهلا بيكي يا هنوده. اهلا بيكي وبكل جمهور النادي الاهلي. معانا النهارده اخبار كتير، مواضيع كتير جدا، فخلونا كده نسخن الدنيا ونروح نشوف معانا اخبار ايه في السريع ونرجع تاني. أول خبر معانا النهاردة هو عن قرار لجنة المباريات بالنادي الأهلي بتوفير أتوبيسات مجانية لنقل جماهير الأهلي للإسكندرية لحضور مباراة المصري في الأسبوع 13 من الدوري واللي هتتلعب يوم الخميس اللي جاي على ملعب برج العرب. الأتوبيسات هتتحرك من قدام فرع النادي بالشيخ زايد من الساعة 10 ل 12 الظهر، ويشترط وجود البطاقة الشخصية والفان آي دي وتذكرة المباراة مع كل مشجع قبل التحرك، وكمان ممنوع اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء في السفر أو في المباراة. قواعد حلوة بجد، خبر مفرح جدا لكل جماهير النادي الأهلي، وده فعلا بيدل على تقدير النادي الأهلي لجمهوره الكبير. نروح بقى لتاني خبر معانا وليه علاقة برضو باستعدادات المباراة مع المصري، وهو مواصلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية النهاردة الصبح على ملعب التتش بعد ما كان الفريق رجع امبارح من الراحة السلبية. واشترك معاهم في التدريب اللاعبين الجدد محمد الضاوي وخالد عبد الفتاح وعودة طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو. كمان النهاردة هيرجع أو رجع محمد عبد المنعم مدافع الفريق، وأدى تدريبات لوحده بالجري وعمل جلسة تأهيل في الجيم، وأكرم توفيق كمان عمل جلسة علاج طبيعي تحت إشراف أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، وكان مارسيل كولر المدير الفني للفريق حريص على الاجتماع مع اللاعبين قبل انطلاق التمرين وبيتكلم معاهم طبعا في كتير من الأمور التقنية. إن شاء الله تكون مباراة كويسة جدا ونبقى مستعدين ونقدر نخرج منها بالثلاث نقط ونفرح جماهيرنا إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله، يعني الحقيقة أنا متفائلة بمباراة المصري إن شاء الله تكمل سلسلة فوز النادي الأهلي. خلينا نروح لثالث خبر معانا، وهو فوز الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي على فريق سموحة علشان يواصل تقديم عروضه القوية في بطولة دوري السوبر للمحترفين. المباراة اللي اتلعبت على صالة الأمير عبد الله الفيصل قرر النادي بالجزيره وانتهت بفوز الاهلي بنتيجه 81 ل 59 علشان نحافظ على سلسله انتصاراتنا في دوري السوبر قبل المواجهه الصعبه مع الزمالك على ملعبه يوم الجمعه الجاي ان شاء الله. اخر خبر معانا النهارده عن استعداد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لتسجيل ظهوره الاول مع فريقه الجديد النصر السعودي في المواجهه الوديه امام فريق باريس سان جيرمان علشان يتقابل وش لوش مع الأرجنتيني ليونيل ميسي يوم 19 يناير اللي جاي في الرياض. وكان أعلن النادي الفرنسي أن المباراة الودية هتتلعب قدام فريق مشترك من الناديين السعوديين النصر والهلال عشان يرجعونا لأيام مباراة الكلاسيكو كريستيانو وميسي قدام بعض وذكريات الريال وبرشلونة. هتبقى بجد مباراة قوية جدا والكل مستنيها على أحر من الجمر، ومش قادرة أتخيل كريستيانو بيلعب في الرياض. لا، هو الحاجة التانية اللي عايزين نتكلم عليها غير ان كريستيانو هيلعب في الرياض وان هو ماتش هيبقى ناري كريستيانو وميسي تاني، في حاجة لازم نشيد بيها وهو تاني وتالت القائمين على الماركتينج او التسويق للمملكة العربية السعودية. خليني اقول لك ان الماتش ده اتباع يعني او تقدم على طلب انه الناس تشتري تذاكر 2 مليون طلب في 24 ساعة. وساعتها طلع المستشار تركي الشيخ واتكلم عن انه ده نجاح مبهر، هو نفسه ما كانش متخيل انه يبقى بالرقم ده. فالحقيقة تحية كبيرة للسعودية على اللي بتعمله في الفترة الأخيرة. بالظبط بالظبط. خلصت اخبارنا، بس خلونا دلوقتي نروح من اخبارنا للجزء التاني في فقرتنا وهي تعليق في صورة. الصورة اللي معانا النهاردة صورة النجم الوالدي جاريث بيل لاعب ريال مدريد وتوتنهام ولوس أنجلوس السابق اللي أعلن امبارح اعتزاله لعب كرة القدم نهائيا وهو في سن ال 32 بعد 17 سنة من الاحتراف، وعبر عن سعادته بتحقيق حلمه في لعب كرة القدم وممارسة الرياضة اللي حبها جدا، وقال أنتهز الفرصة الجديدة علشان أخوض مغامرة جديدة، وبغض النظر عن إيه اللي مخبيه ليا القدر الفترة اللي جاية حاسس إني مدين لكثير من الناس اللي ساعدوني في تغيير حياتي وتشكيل مسيرتي بطريقة ما كنتش أحلم بيها، ودلوقتي جه وقت تحدي جديد في حياتي. والصراحة يعني هو الخبر مؤسف جدا لينا، لاعب مؤثر جدا، بس
شفتي يعني تفكيره في ان هو ينتقل ويشوف وعارف ان دي فتره من حياته وهو يخش على فتره تانية، يشوف ايه اللي مخبي بروح تانية جديده خالص. صح صح. احنا كمان بنتكلم يا اميره عن واحد من نجوم كره القدم في السنين اللي فاتت، جاريث بيل لعب في مسيرته 665 مباراه، سجل 226 هدف وصنع 161 ومعاه 22 بطوله، منهم 3 ألقاب دوري أسباني، 5 دوري أبطال أوروبا، 3 مونديال أندية. فالحقيقة أن اعتزاله زي ما أنت بتقولي خسارة كبيرة للكرة العالمية وخبر مؤسف، لأن لسه عنده ويقدر يكمل، بس في النهاية ده كان قراره وأنا مع القرار ده، مش بس جارث بل أنا مع قرار أن أساطير كرة القدم يعتزلوا وهم أساطير. يعني كل توفيق ليه الفترة الجاية بالظبط. يعني هي فكرة، هي فعلا قرار في ناس كتير، وده انت كنت اتكلمت فيه قبل كده، انا احب اللي يعتزل يعتزل وهو في التوب، ما يستناش عشان تفضل صور الصورة بتاعته اللي موجودة في ذهن جمهوره هي هي. صح. فربنا يوفقه في قراره يا رب يعني. يا رب. دلوقتي خلصت فقرتنا الأولى، خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف مناورتنا النهاردة بتقول ايه، استنونا. رجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا، ودلوقتي وصلنا معاكم لتاني فقراتنا المناورة. مناورتنا النهاردة مهمة جدا. ليه مهمة؟ لأن احنا هنرد بيها على كل شخص فاكر أنه الستات ما بتعرفش تسوق، وأن سواقة الستات أي كلام، وأن الستات ضعاف في السواقة. من مكاني ده بقول لكم لا. ليه لأ؟ هتعرفوا كده في حلقة النهاردة. انا بس محتاجه ان احنا نبطل جمله انه الستات ما بتعرفش تسوق، لانه ده ستيريوتايب او شيء بيتقال، بالحقيقه بيتقال يا اميره من ستات ومن رجاله، واول ما يشوفوا ست سايقه يتعصبوا ويتضايقوا ويخافوا، قال يعني الستات ايه ماشيين يخبطوا في اللي رايحه واللي مجانين يعني. الحقيقه انه اللي انا بشوفه انه الستات والرجاله الاثنين هما الاثنين بيسوقوا بنفس الكواليتي او بنفس الكفاءه. يعني ولو هنشوف الحوادث الاكثر اللي بتتعمل، هي بتتعمل من سواقين ميكروباصات وسواقين نقل، واللي اغلبهم بيكون رجاله. اول ما بيبقى في حادثه او مشكله على الطريق تلاقي يروح اي حد كده قاعد معاكي يقول لك اكيد دي واحده ست اللي سايقه. وفي ستات فعلا انا معاكي بيقولوا كده، يعني في ستات اللي بيخبطوا ستات، هي ست وراجل. طب ليه اكيد؟ وحضرتك جبت الاكيد ده منين؟ ليه يعني احنا ماشيين بالعربيه في امان الله ناخد سمعه زي دي؟ يعني ما يصحش ما يصحش. وكمان تلاقوا ناس بتوصف سواقه الرجاله اللي ما بيعرفوش يسوقوا، يعني انا ما بحبش اقول كده بس بيقولوا نهى. يعني رمزا انه دي سواقته سواقه ستات، وكانها سواقه ستات دي شتيمه. ده غير لما تيجي تركي العربيه يقول لك دي قصه تانية، تحس ان الشارع كله باصص عليكي. ها اللي مش هتعرف تركن اهي شايفينها. ايوه ايوه والله بيحصل. فاهمه قصدي؟ ففي النهايه لو ما عرفتيش تركني مثلا وهم بيتريقوا عليكي يقول لك هم الستات اهم. فهل فعلا اللي احنا عايزين نتكلم عنه بقى النهارده، هل فعلا الستات ما بتعرفش تسوق؟ وفي فرق بين الستات والرجاله في السواقه، انت شايفه ايه؟ لا الست بتعرف تسوق طبعا، ومش تحيز يعني. انا هرد عليكي، يعني انا هكون احاول اكون في الموضوع ده بالذات حياديه وموضوعيه عشان ما نقولش اننا بننحاز للستات خالص، لان زي ما انتم عارفين احنا بنشجع من يوم ما ابتدينا البرنامج ده. والله يا جماعه احنا مش راجل وست، احنا بنشجع اللعبه الحلوه. صح. فاحنا مش بننحاز، لا انا هرد عليكم بالدراسات والابحاث. يعني الموضوع بمنتهى البساطه، حضرتك او حضرتك تاخدوا من وقتكم كده 10 دقائق سيرش في السريع، هتعرف مين بيسوق احسن، الرجاله ولا الستات. مش كلامي، هتلاقي مش بس دراسه واحده، لا كذا دراسه بتقول يا جماعه ان الستات بتسوق احسن من الرجاله، والاسباب كالاتي. ركزوا ركزوا عشان الحاجات دي مهمه قوي، لازم ايه تسمعوها لكل الرجاله. اولا ان الست بتقدر تتحكم في الدريكسيون بتاع العربيه، في رزانه كده تلاقي الست ماسكه الدريكسيون كده، ايه ماسكه فيه كده. ثانيا عندنا، وده معروف، عندنا رد فعل اسرع من الرجاله في اي موقف بيحصل واحنا سايقين. وعلى فكره ده طبع الستات، ده في اي مشكله، اي مشكله بتحصل لو ابنك او حاجه تلاقي دايما رد فعل الست سريع جدا. عندنا القدره في التحكم في اعصابنا والتعامل مع الظروف الصعبه، ودي برضو خلقه ربنا يعني، ما فيهاش كلام. رابعا بقى، وده برضو بالدراسات، مخالفات الرجاله اكتشفوا انها بتكون 4 أضعاف مخالفاتنا احنا كستات. فلا ده لو دل على شيء يدل على ايه يا استاذه هاني؟ يدل على اننا اشطر، على اننا محترفين اكتر. وده كلام الدراسات مش كلامي،
فنمسك كده يعني نخش نمسك بالظبط نخش على النت 10 دقايق 10 دقايق بس ونعرف الست بتسوق احسن ولا الراجل. انا هاخد من كلامك واقول انه الست بتقدر تعمل وده برضو علميا انه الست بتقدر تعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت. يعني احنا ربنا خلقنا الميكانيزم بتاعتنا كده. الست بتبقى في البيت ام بتذاكر مع عيالها بتعمل الاكل تخلص التاسك بتاعها في الشغل كله مع بعض في نفس الوقت تنزل تروح تجيب ده من التمرين ويبقى عندها سرعه بديهه حقيقة. والسواقه برضو بالنسبه لنا كده يعني كستات شاطره في السواقه وزيها زي الرجاله يعني اعتقد هي السواقه مهاره لو انت اتعلمت تسوق صح هتسوق صح سواء ست او راجل بالزبط. ان انت تلتزم بالقواعد ونحط بقى تحت الجملة دي 100 خط لأنه الستات هي أكثر التزاما بالقواعد والقوانين مش بس في السواقة في كل حاجة. الستات هم اللي مش بيحاولوا ما يكسروش السرعة بيحاولوا يلبسوا الحزام بيحاولوا أن هم السواقة المعينة بتاعت اكسر على اللي جنبك ده وحد يركن يطلع شغل يعني مش عايزة بس أنت شايفة نفسك بأمانة في السواقة تقيمي نفسك إزاي؟ لا أنا أقيم نفسي في السواقة أن أنا ست حريفة في السواقة بشهادة ناس وبشهادة رجالة أنا بقالي سنين بسوق سواقتي حلوه هاديه رزينه ما عدا واحده بس صاحبتي ما بتحبش تركب جنبي ما اعرفش ليه ظلموني بس لا انا سواقتي اقيم نفسي طبعا ان انا سواقتي جامده جدا هي انا بس قلت بس اقول طب انا عايزه اسالك في السواقه هل عمرك اتحطيتي في موقف صعب موقف صعب هو بصي هو خلينا نقول ان هو كل يوم يعني كل يوم بتحط في موقف صعب لانه انا بيتي في المعادي وباجي شغلي هنا في اكتوبر فطريق الدائري باخده من اوله لاخره فده معناها ان في ميكروباصات بتبقى على اليمين بيقرر فجاه يجي من اقصى اليمين لاقصى الشمال وانا ببقى ماشيه بسرعه شويه ده بيحصل كل يوم بس ما فيش موقف اقول لك انه الموقف ده كان كبير قوي انا بشوف انه الحمد لله انا هاديه يعني لو عربيه وقفت قدامي فجاه ما بتخضش بعرف بتعرفي تتصرفي بس مره خبطت كلب انا فاكره اليوم ده بالظبط انا عارفه نكمل بقى برضو الافكار طيب تعرفوا بقى ان اكتر الحوادث اصلا اللي بتحصل على الطريق بتبقى بسبب الرجاله وخصوصا ليه بقى عشان الرجاله بطبيعتهم متهورين بيحبوا الحاجات الخطر بيدخلوا كده بقلب جامد عشان كده للاسف بيكسروا قواعد السواقه زي ما هند بتقول تلاقيه مثلا ممكن يدخل على الحاره بتاعتك بسرعه او يمشي على سرعه 120 في الزحمه لكن الست برضو يمكن عشان قلبها خفيف شويه بتخاف بتحب تلتزم بالقواعد فبتكون اقل خطر على الناس يعني عمرك شفت ست بتاخد غرز انا باخد غرز بس عادي انا كمان بس يعني نقصد نقول ان الست علميا ودراسيا يعني هي ست بتحاول تلتزم بالقواعد ما بتبقاش عايز تعمل مشاكل اكيد مش هتكسر على سواء ميكروباص يعني وهي نازله ولا تنزل تشمر وتتخانق معاه فكل دي اشياء بتدل على ان الست برضه لا يعني ما بعملهاش الصراحه لا اجرؤ يعني ببقى عايز انزل يعني انا في لحظات هند انا اللي بخاف منهم جدا مش بخاف ما بحبهمش اللي هم المقطوره كبيره اللي تمشي جنبك دي وتقعد وانت الطريق برضو واحنا نفس المشوار تقعد بقى فانا ساعات بقى بعمل حاجه لطيفه قوي عشان احوشهم عن طريق كلاكس اللي هو عارفين كلاكس اللي هو بحبك ده هو ياخد الكلاكس كده فيحس ان هو ايه مطمن فيقوم موسع لي فانا يعني دول انا بحذر منهم بصراحه ماليش فيهم خالص خليني اقول لك ان اللي انت قلتيه من شويه هو السبب واللي المفروض ان هو بيميز سواقة الستات يعني ايه؟ يعني هم بيقولوا لك الستات عشان بتسوق سواقة هادية والكلام ده كله فهي ما بتعرفش تسوق في نظر الرجالة لان الرجالة بيحبوا يسوقوا زي ما انت بتقولي كده انا ما بقولش ان هم بيسوقوا بسرعة انا بشوف انه اغلب الرجالة بتسوق بلطجة برافو عليك هو يلزق كده برافو عليك ومش احنا وبرضو احنا ما بنعممش صح ولا انت بتعممي ولا بعمم احنا بنتكلم على الاغلبية على يعني. الستيريوتايب فغير كمان في حاجة انه الرجالة اغلبهم بيبتدوا يسوقوا العربية لوحدهم اول ما يكملوا 15 سنة ياخد العربية من ورا بابا وساعات كمان اصغر من كده قبل ما يطلع رخصة صعب تلاقي بنت تعمل كده كل ده بيقول انه الراجل هو ده خلي بالك جاي من قصة ايه قصده راجل فمش مشكلة فديله العربية دي بقى تربية بقى دي تربية دي قلة تربية قصدي الاول فاللي احنا عايزين نقوله انه البنت كمان يا اميره خلينا نقول ان هي بتفضل تقنع اهلها مثلا بالسواقه فتره طويله علشان تبدا تسوق بعد ما تتخرج ولما تتجوز وجوزها يقول لها ما تسوقيش يعني البنت بتخش في معاناه عشان تبتدي الموضوع ده وده بيأثر على نفسها وعلى ثقتها وخبرتها في السواقه فبلاش نحكم على الستات والرجاله كل واحد لو اتعلم هيبقى كويس
سواء ست او راجل. مفيش حد دايما الكلمه اللي كانت بتتقالي اول ما اتعلمت سواقه لما كنت اقول انا عارفه انا هعرف اعمل ده، مفيش حد كبير على السواقه. مفيش حد كبير، والسواقه ممارسه، ويعني بنقول بنشوف ستات دلوقتي بتفتح مدارس تعليم سواقه. يعني انا تعليقا على كلامك، انا ابويا فضل كتير قوي يقنعني الله يرحمه ان انا ما اسوقش. تسوقي ليه؟ طب انا اسوق لك، طب اجيب لك حد، لا ما تسوقيش. لا انا ما كانش بيرضى يقعد جنبي من كتر ما هو خايف. والله يعني لا انا اهلي الحمد لله ما كانوش مجرأني. امي يعني برضو الله يرحمها هي كانت مجرأني على السواقه. فدلوقتي عندنا مدارس بتعلم تعليم سواقه للستات والرجاله كمان طبعا، وبيكونوا في منتهى الشطاره والتركيز والذكاء، والست دي بتعلم راجل وبتعلم ست. فامثله كتير جدا عندنا، وكمان مش بس سواقه الشارع اللي الست اثبتت نفسها، في انواع تانية كتير. وعشان كده في دراسه امريكيه حديثه قالت ان الستات عندهم القدره الاكبر على سواقه عربيات السباقات الرياضيه بشكل افضل بكتير من الرجاله. الدراسه يا جماعه، انا مش جايه يعني اتكلم، انا جايه اقول بالدراسه بالمستندات. من ضمن السباقات الرياضيه والصعبه جدا سباقات الرالي، واللي بتعتبر من دي اسرع واصعب الرياضات. صحيح. عربياتها بتكون متصممه تصميم يعني بتاع عربيات بيبقى بشكل مواصفات معينه علشان تناسب السباق، والاجواء نفسها بتبقى صعبه جدا وفي اماكن خطر. خلينا اقول لكم بقى ان احنا عندنا ستات بتمارس الرياضه دي وناجحه فيها جدا، وعشان كده النهارده هيكون معانا بطله مصريه في رياضه الرالي. هنعرف منها اكتر رياضه الرالي بدأتها من إمتى، وإزاي تحدت نفسها وتقاليد المجتمع وقدرت تثبت نفسها في رياضة زي دي، وهي بقى اللي هتقول لنا كمان هل فعلا الستات ما بتعرفش تسوق، هل فعلا في فرق بين الستات والرجالة في السواقة. عندنا كمان دليل، عندنا بطلة هتيجي تكلمنا في أرقام. الموضوع يا جماعة بالأرقام. والله هروح لفاصل ونرجع مرة تانية. يلا ورجعنا لكم مرة تانية، ووصلنا معاكم دلوقتي لفقرة الستات بتلعبها صح. ولسه مكملين معاكم موضوع ان الستات في السواقه جامده جدا، ودلوقتي معانا ضيفه هي اللي هترد بنفسها على اي كلام بيتقال عن سواقتنا. هي واحده من امهر سائقات الراليات في العالم العربي، واخده بطولات محليه وعالميه، وبتسوق احسن من رجاله كتير جدا. فتعالوا نشوف مين معانا ونرجع تاني. خلونا نرحب بضيفتنا بطلة سباقات الراليات سلمى سليم. سلمى برحب بيكي. ازيك عاملة ايه؟ انا بس عايزة اقولك انت زي القمر ما شاء الله وبوتيت كده، يعني انت ما تقوليش دي يطلع منها كل ده. سلمى في الاول عايزة تقولي لنا عامة السواقة، هل انت شايفة ان في فرق بين سواقة الستات وسواقة الرجالة؟ طبعا في فرق رهيب. يعني الراجل يعني بالتبعيه ان هو شايف ان هو بيسوق كويس وان هو قلبه شويه قوي وكده، بس لا، في ستات برضو بتعرف تسوق كويس وبنخش سباقات، ومش بالشرط بس رالي، في كارتينج وفي سبيد وفي دريفت. يعني لا، خلينا نقول في السواقه العاديه بتاعت الحياه اليوميه بعيدا عن السباقات، هل انت وانت سايقه لطريقك لشغلك لايا كان بتشوفي وانت في الطريق ان الستات في فرق بين سواقتها هي والرجاله؟ لا خالص، احنا الاثنين بنسوق زي بعض، احنا بس واخدين سمعه. ما نعرفش نسوق كويس. صح. احنا واخدين سمعه، وهي قواعد زي ما قلنا بنمشي عليها بالتبعيه. يعني هي الرجاله بتسوق احسن مننا بالظبط كده. طب انا عايزه اقول لك حاجه، نافستي حد قبل كده على الطريق او شدتي ما حتى طلعتي مهاراتك؟ كتير كتير. لا لا لا. على الاسفلت بس الكلام ده غلط. ايوه طبعا. ما بنعملش الكلام ده على الاسفلت. لا كتير طبعا، بجري وبسقط نقلات وورز و بنجري يعني مع بعض. لا لا على الطريق لو سمحتي، يعني ايه اللي يخليكي تعملي كده على الطريق؟ او انا بسوق بسرعه عامه على الاسفلت. اوكي. اي مشواري حتى بروح بدري قوي عن المشوار الميعاد بتاعي، فبجري وغرز هنا فاضيه يمين شمال بجري، فبلاقي عربيه مثلا بتجري معايا، اتفضل اجري يعني نلعب مع بعض على الطريق، بس خلاص انا وصلت مشواري بقى، انت روح مشوارك. خلاص. خليها بقى نروح لبدايه علاقتك بالسواقه تحديدا، يعني من امتى بدات تسوقي، وبعد كده ايه اللي ودانا للراليات؟ السواقه خالص العاديه؟ العاديه عادي ده، وانا كنت صغيره كان عندي 16 سنه 15 سنه. كنت بسرق العربيه من بابا عادي. لسه بنقول الولاد اللي بيعملوا كده. أيوة. عارفك ايه يا سلمى؟ كلنا سرقنا عربيات اهالينا. كنت بروح النادي كده بالليل، ارجع مشوار كده من اول الشارع لحد ما اتجرأت شويه شويه، بعدين طلعت رخصتي وسقت وبقيت بروح الجامعه بالعربيه وبعد الشغل، وبقيت خلاص يعني العربيه اساسي في حياتي. ما ينفعش ان انا ما يبقاش معايا عربيتي. بعدين بقى اتجهت للسباقات عادي، الكارتينج العادي خالص. كنت بطلع سباقات ما بين القاهره وشرم الشيخ،
علشان دي كان في الاخر بطوله في البرازيل نطلع نسابق فيها اس دبليو اس. بعدين اتجهت للسبيد تيست في مصر، دخلت كذا بطوله فيها. بعدين اتجهت للراليات صحراء بقى، سواقات الصحراء. انا عايزاك تشرحي للناس، ممكن كل الناس مش عارفين الفرق بين الكارتينج والسبيد والراليات، قولي لهم الفرق بين الثلاث سباقات دول. وفي دريفت كمان. والدريفتنج يعني الكارتينج ده بيبقى تراك مرسوم عادي على الارض بشكل معين، والكارت دي عربيه صغيره قوي تبقى وان سيت. اوكي. دي انت بتخشي السباق، ممكن بيبقى علشان الاوزان، في حد ممكن يبقى مليان شويه وحد يبقى رفيع، فبيبقى نسبه الفوز للارفع اكتر علشان الوزن على الكارت بيبقى خفيف. يعني انا بيحطوا لي بار حديد علشان وزني يبقى تقيل. انا 48 كيلو لحد دلوقتي. 48 كيلو ما شاء الله. 48 كيلو ما شاء الله، ده نص وزني. لا تقوليش كده يا بنتي، حاسه عشان انا طويله وزن. لا انا طولي 155، فاللي هو ده فيت قوي يعني على مقاسي. فطبعا ده بيبقى بالنسبه للعربيات الثانيه او الاحجام الناس الثانيين، انا بس اسرع منهم. مش معقوله، مش معقوله كل يوم هنطلع بنضحك عليها. دي الكارتينج. السبيد بتبقى عربيه عاديه خالص اي ماركه، بس بيبقى ليها توضيبه بشكل بسيط. اوكي. الدريفت برضو، بس الدريفت بيبقى تعديل بقى عشان بيلفوا بشكل معين، بيفتح حاجه كده معينه. وده بس ده اسفلت وده اسفلت، يعني ثلاثه اسفلت، سبيد كارت والدريفت. الرالي بقى احنا ده تراك مفتوح صحراء، وماشيين بعربيات 4x4 بس، ما ينفعش عربيات سيدان. اوكي. طبعا تعديلات تانية كتير، السوسات، سسبنشن، نوع كاوتش، اختلافات. هما الاربعه كويسين، بس الرالي تحسي توضيبه ازيد بكتير. ان انت بتسوقي جوه ب 400 كيلو ب 500 كيلو في الصحراء، يعني بتسوقي سواقه طويله واغلى كمان، يعني محتاج ماديا اغلى بكتير. الاشتراك هنا غير هنا غير هنا غير هنا. احنا بنسافر يعني، بنروح الجونه، مرسى علم، الواحات، الفيوم، واللوجيستكس بتاعتنا كتيره. احنا بنقعد بالثلاث ايام في الصحراء، لكن الدريفت هو يوم او نص يوم مثلا بالنسبه له، او الكارت او السبيد. طب اتعلمتي الكلام ده في وقت كتير؟ الموضوع صعب برضه، مش سهل يعني. خدتي قد ايه عشان تبقي متمكنه بقى؟ انا دخلت اصلا صحراء خالص من 2011. حلو. بقى لنا 12 سنه مثلا. كنت بروح كامب عادي خالص، بشوف اي حاجه على السوشيال ميديا، ايه ده، نطلع نشوي بالخيمه بتاعتنا، دنيا بسيطه خالص. تمام. بعدين عرفت ان في سباقات. اوكي. كان لحد سباق رالي الفراعنه في 2015، بطلوا يعملوها تاني. بعدين بقى السباقات اللوكل في مصر العاديه خالص. حلو. دي دخلت فيها بقالي 4 سنين، عملت الفريق بتاعي، ومعايا طبعا ممبرز كتار قوي، اعضاء الفريق. انا السواق البايلوت، ومعايا كوبايلوت لازم يبقى ملاح، عشان بقول لك احنا بنخش ب 400 كيلو و300 يعني كيلو. يعني ملاح؟ ملاح ده اللي بيديني نافيجيشن اسوق ازاي من الصحراء. في الصحراء واحنا خلاص احنا في السباق. السباق بتاعي مش ستارت وفينش بس، انا بجمع نقط. النقط دي هعرفها منين؟ يبقى معانا رود بوك والجي بي اس والتيرا تريب، دي بتبقى اجهزه جوه العربيه بتاعتنا. الموضوع ممتع، موضوع كبير. احنا مش داخلين، لو ما خدتنيش معاك لسه. يلا بينا. طب انا عايزه اسالك، اي حد يقدر يعمل ده لو ركز وتعلم يعني؟ ولا اي حد يعني؟ اي حد يعني. ما تمام. احنا مثلا قولي اولموست 35-40 فريق في مصر. احنا 3 بنات اللي بنمارس معاهم، نلعب معاهم. 3 بنات بس؟ 3 بنات في مصر. نرجع تاني بس للفريق علشان انا عايزه افهمه لكم اكتر. بيبقى معانا اسيستنت كتير طبعا، انا مش بطلع بعربيتي انا بس، الفور باي فور. بيبقى معايا 3 عربيات تانيين عشان لو حصل حاجه مثلا، من ساق بيساعدوني. وطبعا بيبقى معايا طقم ميديا، لان احنا مش بطلع 3 ايام دول كده بس، لازم معايا بيصوروني. وطبعا المينتننس بتاعت العربيه بتاعتي، قطع غيار كامله للعربيه، ان انا لو في الجونه اقرب حته غردقه طبعا، فمش هيروحوا يشتروا لي حاجه من الغردقه ويجوا، بيطلعوا معايا بكل قطع الغيار. ده احنا كنا في الرالي الاخير في الجونه، والموضوع كبير يعني. الموضوع بصي 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 في الشاشه دي، هي دي. انا مطربه وعرقانين وحرانين، بس هنا شكلي نضيف شويه. قمر. حلو قوي. وطبعا بنبقى لابسين هلمت، وبنبقى لابسين سوت مضاده للحريق والميه والعرق وكل حاجه ودرجه الحراره. والعربيه من جوه بتبقى فيها رول كيج، ده حديد داير ما يدور للعربيه، عشان هو ده الاحمر. أوكي. اللي جوه العربيه. وده طبعا الكرسي بتاعي لازم بيبقى مثبوت في شاسي العربيه. ما ينفعش اللي هو بيرجع كده زي الكرسي العادي، او بيتقرب من تحت، لازم يبقى مربوط. وظهري بيبقى 90 درجه
علشان لو اي مطبات حصلت او اي حاجه لو اتقلبنا لو ولعنا. وبتبقى في العربيه عندي في 4 طفايات حريق ورول كيج ده عشان لو اتقلبنا السقف ما يجيش على راسي او على كتفي رجلي. وبيبقى ورا معايا تانك بنزين اكسترا. اتقلبنا او ولعنا انا عايزه اعرف انت اتقلبت يعني او ولعت بعد الشر؟ اتقلبت مره. معقوله بتقوليها كده بالهدوء ده في الصحراء؟ في الصحراء. كان عندي كمان تدريبه سباق، كان عندي سباق مثلا يوم الاربعاء وكنت لاست تدريب ليا كان يوم الثلاث. طالعه الديونه عادي فما خدتهاش مظبوط، ده غلط مني انا، كانت المفروض سرعه معينه. الديونه اللي هي الكثبان الرمليه الرفيعه دي الخفيفه. فطالعه ما خدتهاش مظبوط فاتقلبتها كلها لحد تحت 4 قلبات ونص، بس طلعنا زي الفل يعني ولا خربوشه ولا اي حاجه. انا عايز اعرف يعني تقريبا السرعه كده اللي بتسوقي بيها بتبقى ايه؟ مثلا على حسب التراك الارض اللي تحتك، في حاجات بسوق على 10 على 20 على حسب الطوب والزلط علشان ممكن يقطع كاوتشه، فانا لو كاوتشه اتقطعت انا بضيع فوق الربع ساعه بغير انا والكوبا للكاوتشه بتاعتي. في حتت بنسوق بال 120 وب 130 140 عادي بنفتح على حسب الرمله اللي تحتي. اوكي انا ممكن ارجع اجري افرقع كاوتشه او كاوتشه تملص مني. يعني ايه تملص؟ يعني تفك بره الجنط. بس ايه 10 دي جمل كلها يعني بالظبط جمل كلها لو اي راجل انا قاعده مع الميكانيكيه كل مره. انا نفسي اشوف عربيه اصلا من اللي انت بتركبيهم دول، لازم في مره تقولي لنا انا وهند نيجي معاكي على طول. واحنا كمان فرصه، احنا في الشتاء ده السيزون بتاعنا اصلا. انا اصلا بحب الصحراء قوي الحقيقه. يعني عايزه اقول لك الناس زي كنت بقول لاميره، الناس كلها بتسافر دبي عشان تعمل شوبينج وتتفسح، انا بروح دبي عشان اروح الصحراء اقعد في الصحراء. ما احنا عندنا صحراء قد كده، صحراء شرقيه وغربيه. ايوه عادي معانا، هتاخدينا معاكي. طيب الأسرة دي عربيتي جراند شوي خطيرة أصلا. انت دي ده الخرم ده اللي احنا بنتنفس منه. يعني ده مش إزاز، ده فايبر كلاس علشان برضو لو اتقلبت ما يجيش على وشي. الباب اللي ورا ما فيهوش إزاز، ده صب. كده حلو قوي. طب دعم الأسرة بقى ليكي يعني في الرياضة، وانا عارفة ان انت ام كمان. دليدة قاعده معانا في الاستوديو بقى بتعمل ايه معاكي؟ اهلي طبعا كانوا في الاول خايفين عليا قوي بزياده، وبحاول ان انا ما اقولهمش على الحاجات دي كلها. انت رايحه فين عند الميكانيكي؟ جايه منين؟ رايحه سباق كده بس مش اكتر. وبيفرحوا طبعا لما برجع بميداليه او بكاس. لكن لا طبعا بيخافوا عليا جدا، وياما في الاول طب يا سلمى خلاص كفايه. طب حاجه مؤقته ولعبتي شويه وبلاش. لا بس الحمد لله لما لقوني ان انا بعمل اتشيفمنتس وجايه سليمه وما فيهاش حاجه خلاص. سلمى وقت الحمل والولاده وتشيز بتبقى بتاخد من كل امهات سنه سنتين، كنت بقى بتعملي ايه في الوقت ده؟ لا ما كنت، كان على الهادي يعني، كنت بطلع صحرا كده. كنت بتطلعي؟ صحرا عادي كامبنج كده عادي. دليدا اول مره تخش صحرا كانت عندها 3 شهور. لا دليدا بتطلع معايا كل حتت السباقات والصحرا وتدريب وكل حاجه. وبتحب الموضوع ده جدا، وانا مطلعها شويه مختلف عن بيت صحابها. يعني صحابها بيروحوا النادي مش عارفه ايه، لا احنا رايحين الصحراء. هما بقى بيجوا يقولوا احنا عايزين نطلع معاك يا طنط والنبي. طيب ايه البطولات اللي عملتيها وخدتيها وايه كان اصعبهم؟ كانت احنا لسه راجعين من رالي الجونه، وطلعت رالي الفيوم، وطلعت رالي في الامارات في ام القوين، والحمد لله يعني عاملين اتشيفمنتس كتيره كويسه وفي العالمين، وطالعين اللي جاي ان شاء الله في الشهر اللي جاي في العاصمه الاداريه. وشهر 3 عندنا برضو في الواحات البحريه، وشهر 9 عندنا في الجونه، وشهر 12 برضو تقريبا الجونه. لا شهر 9 عندنا في بيراميدز في الاهرامات. في الاهرامات دي ممكن ابقى اجي بقى عشان قريب، والعاصمه الاداريه برضه قريب. اوكي العاصمه الاداريه قريبه من بيتي قوي، انا بيتي اصلا جنب العاصمه الاداريه. طيب سلمى عايزه اتكلم عن شق تاني وهو حياتك. هل انت سائقه راليات فقط ولا عندك شق اخر شغل او هكذا؟ انا بشتغل حاليا عضو مجلس اداره في شركه تداول اوراق ماليه. ما شاء الله. يعني كان بقالي 12 سنه كنت كومبلاينس برضه في تداول اوراق ماليه، كنت مراقب جوه. بس دي حاجة ودي حاجة، بس طبعاً. الحمد لله بحاول أوفق يعني ما بين شغلي وما بين الرياضة اللي أنا بلعبها وبنتي حاجة. طبعا اللي بيحب حاجة بيعمل لها بالظبط بيلاقي لها وقت. بالظبط أنا معاكي. للأسف يعني فقرتنا خلصت، بنشكرك جدا جدا يا سلمى. أنا مبسوطة قوي إن أنا كنت معاكي، وإن شاء الله تحققي بطولات كتير قوي 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 وتبقي معانا ونفرح بيكي كده إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك. نورتينا. مشاهدينا هنطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا. ورجعنا لكم مرة تانية، ودلوقتي وصلنا معاكم لفقرة 2 على 1.
تطوير المهارات التقنية للاعبين في لعبة كرة القدم من الحاجات المهمة لرفع مستوى اللاعبين وكفاءتهم، ودايما بنقول ان تطور اللاعبين بيرجع للنادي والمدرب، لكن بننسى حاجة تانية مهمة جدا وهي شغل اللاعب على نفسه، وانه محتاج يطور من ادائه طول الوقت ويعرف ايه هي نقط ضعفه ويركز ان هو يحسنها ويقوي نقاط قوته اكتر، سواء في التمرير، الاستلام، او التسديد، او كمان المراوغة. وهنا بيجي دور الاكاديميات ومدربين تطوير الاداء للاعبين، واللي بيساعدوا بشكل كبير جدا في تعليم الاطفال والشباب اللي بيحبوا الكوره، برضو بيعلموهم اساس لعب الكوره. فعشان كده عشان نتكلم عن ده ونفهم اكتر، معانا واحد من اهم مدربين تطوير الاداء. تعالوا نشوف مين معانا ونرجع تاني. زي ما شفنا معانا ومنورنا الكابتن احمد جميل، مدرب تطوير اداء اللاعبين. اهلا بيك يا حريف بقى في الحريفه. اهلا بيكم في الاول، وان شاء الله تبقى حلقه كويسه كده على مشاهدينكم قناه النادي الاهلي ان شاء الله. اول حاجه بس عايزه ابتدي معاك، انت اصلا خريج ايه؟ وصلت في المرحله اللي انت فيها دي امتى؟ وليه ما كملتش في لعب الكوره؟ يعني حاسه ان في كواليس كتير قوي ورا الموضوع ده. في البدايه انا كنت لعيب كوره، كنت بلعب في وادي دجله. اولا كنت بلعب في نادي النيل. اوكي. احمد السيد لاعب النادي الاهلي كان بيلعب في نادي النيل زمان، وحسام عاشور على ما اعتقد. فانا لعبت في نادي النيل، قعدت 6 شهور، بعد كده رحت وادي دجله 2008. من 2008 لحد 2013 كنت متواجد في وادي دجله، لعبت منتخب مصر مع كابتن ربيع ياسين. بعد كده رحت انبي ما شاء الله. بس حصلت لي بقى الوقعه نفسها، حصلت لي في دجله 2011. هي ناس كتير قوي كانت عايزه تعرف الموضوع ده، اللي انا بطلت ليه وانا اصلا سن صغير، انا 28 سنه. فانت ازاي انت لسه اصلا لسه بتقول يا هادي في الكوره؟ الجيل بتاعك كلهم نجوم دلوقتي. تريزيجيه، كهربا، احمد رفعت، كل الناس دي، محمود وحيد، ناس كتير قوي. ف 2011 انا كنت المفروض طالع الدرجه الاولى وادي دجله، ف نزلت اول تمرين مع الفريق الاول، لقيت نفسي الاداري بتاع النادي بتاع الفريق الاول لقيته بيقول لي انت مش هينفع تكون موجود لان انت عامل مشكله. طبعا انا مش عارف انا عامل ايه، لان انا بحب وادي دجله قوي، لان النادي ده ليه خير عليا واحنا صغيرين جدا. فمره واحده لقيت نفسي بيقول لي ان انت عامل حاجه على الفيسبوك شاتم النادي على الفيسبوك. انا قلت له انا ما شتمتش حاجه. فلقيت انا طبعا اول مره اتكلم ديتيلز قوي، انا والله عمري ما قلت، انا كنت دايما بجري الكلام. لكن الناس ما تعرفوش ان انا اتوقفت سنه ونص، اتعمل لي فيك اكونت على الفيسبوك ان انا شاتم النادي، وكان المفروض العب اول ماتش. انا كنت فاكره ماتش غزل المحله، كان ساعتها الفريق الاول بتاع وادي دجله راح تيرن اوت، خدوا الفريق راح تيرن اوت، وفي ناس يبقى كل الناشئين بقى هتلعب خلاص. انا قلت انا خلاص انا طالع العب. لقيت نفسي موقوف سنه ونص بدون ذكر، ما اعرفش اي حاجه طلعت الاداره فوق. طلعت الاداره فوق قالوا لي ان انت عشان انت لعيب دولي فاحنا مش هنمشيك، هنوقفك سنه. قلت له انت توقفني سنه؟ طب ما هي هي سنه و3 شهور. قلت له طب ما تمشيني احسن. فانا طبعا صبرت. يوم ما رجعت بقى كان مدير القطاع عندنا كابتن علي بجريشه. معلش ممكن بس نقف عند النقطه دي، انت الـ تم ايقافك من قبل النادي ولا من قبل الاتحاد؟ لا من قبل النادي. من قبل النادي. من قبل النادي. ان انا طب اخش العب مع الناشئين اللي هي فرقتي مواليد 93. قال لي لا مش هينفع تبقى موجود اصلا في النادي. طب اروح اتمرن. فاللي عرفته بقى، انا توقفت سنه ونص، فاللي عرفته ان ابن رئيس النادي كان ساعتها مدير الشركه بدون ذكر اسماء، هو اللي كان ماسك النادي ساعتها. فانا ما لعبتش بسبب ابنه. دي انا الحاجات دي تحسها فيلم، لا ما كانش فيلم. هو ده اللي حصل فعلا. قعدت سنه وشهرين. يعني ايه ما لعبتش بسبب ابنه؟ هو ابنه بيلعب نفس البوزيشن بتاعي. اوكي. فطبيعي خلاص مش هتبقى موجود واحنا الاثنين ناشئين طالعين. الظلم بايا كان بقى تفاصيله. ده بقى انا لما رجعت بعد السنه وشهرين قال لي انت قايمه تانية دي في الكوره، يعني انت فري. طب انت وقفتني ليه؟ طب ما كنت تمشيني احسن طالما انت كده كده هتمشيني. ده بيسويك. فانا قعدت سنه ونص في البيت ما عملش حاجه. بعد كده رحت انبي، بس الامور ما ظبطتش قوي، يعني مع كابتن هيثم شعبان. وبعدين قررت ان تبطل. يعني رحت شويه حاجات كده، رحت المصريه للصالات، رحت بنها، رحت الكلام ده، بس حسيت ان الكوره مش خلاص. يعني انت البوزيشن كنت تلعب فيه كان ايه؟ انا كنت بلعب 7 و9 سترايكر وهاف رايت. حلو قوي. سترايكر 9 و7 هاف رايت وليفت برضه مفيش مشكله خالص. اوكي. انا كنت بطلت تلعب الكوره وقررت بقى تعمل ايه بعد كده؟ تتمرن. قررت ان انا بقى اشتغل في الاكاديميات. اوكي. فاشتغلت في اكاديميه،
حسيت ان انا مش لا عايز اخصص، يعني انا بيكون معايا 20 ولد في الاكاديميه وزحمه قوي، فانا مش حابب كده خالص. انا حابب ان انا ايه، عايز ابقى براحتي، عايز اشتغل 3 ساعات مع اللعيبه، 4 ساعات طبعا. حضرتك بيبقى ليك ليميت معين او وقت معين تخلصي فيه، فانا كنت بزود الموضوع ده قوي، فقلت اشتغل برايفت. كان ساعتها انا ما شفتش، والله انا فعلا ما شفتش حد اشتغلها. انا شغال بقى لي 3 سنين، فالموضوع ده انتشر من بعد ما انا طلعت، انا ما كانش حد بيشتغلها خالص ولا كنت بشوف بره، لان ساعتها السوشيال ميديا في الكوره بالذات في البرايفت مش ما بتظهر لناش، يعني احنا ما بنشوفهاش. اوكي. فانا قلت عايز اشتغل تخصصي شويه، اشتغل مع اللعيبه، اعمل الحركات اللي هي ايه شويه ذكاء كده. ماشي. فالموضوع مش درست قبل ما تعمل ده؟ لازم تدرسي. بس هتدرسي ايه وازاي وفين، ده المهم. انا اشتغلت في ثوره، ايام الثوره. حلو. ايام الثوره دي الناس كانت بتخاف تنزل اصلا. حلو. دي حقيقه. وكل واحد كان بيقرف في اوضته. انا نزلت في الوقت ده وعملت ريسك كبير قوي وعلى اهلي. نزلت في الوقت ده، انا كنت فاكر كنت بنزل اشتغل في كل الكومباوندات بتاعه مصر كلها. تخصصي يعني، اروح لكل ولد في الكومباوند بتاعه امرن لي كده حضرتك. وكنت بشتغل شقيت قوي في الاول، شقيت قوي، شقيت جدا كمان. بس فاشتغلت الموضوع ده بقى. الدراسه، موضوع الدراسه، انا كان في كورسات بتبقى اونلاين، طبعا كل الكورسات اونلاين. بس خلينا نكون متفقين، الموضوع ده كان ليه تيمات، يعني ايه، حاجات للتيم الكبير مش اللي هو الفردي، مش التخصصي. مفيش تخصصي شويه يعني، دورت كتير وما لقيتش. فخدت الموضوع ده، لقيت نفسي ان انا ما بعملوش، لان انا محتاج تيم. انا بدرب ولد او ولدين او لعيب على مهاره معينه. دي كانت خاصه بالتيم بس، وانت بتدور حاجه جماعيه، حاجة مش حاجه فرديه. مش حاجه فرديه خالص. هنا بقى زي ما تقولي ايه، كده كده الكتاب بيبقى فول ستوب، يعني كده كده الكتاب بيبقى في الاخر خالص في نقطه، لو انت ما كملتيش وطورتي من نفسك فيه ملوش دعوه. فانا لا، انا قلت بقى انا عاوز اعمل واحد اثنين ثلاثه، وطالما في خيال خلاص الموضوع. وبدات وخدت الطريق. بدات. بدات. انت اتعرض عليك تدريب فرق من انديه مصريه. اتعرض. ورفضت. لا مش رفضت، هو اتعرض عليا من انديه بدون ذكر اسماء. ده اللي رفضت. لا عايزين نذكر اسماء. لا لا مش هنذكر. مش لا لا مش هنقول اسامي. ما تعلوش مني. فانا ما رضيتش اصلا. انا ما رضيتش ليه؟ لان هم بيكونوا عندهم تاسكس كده كتيره قوي، اللي هو لازم حضرتك ما ينفعش تروح تدرب لعيبه ثانيه. لا ما ينفعش تقول لي كده. ما ينفعش تقول لي كده. اولا ده لو العائد كمان، انا مش بتكلم على العائد المادي خالص. وفي ناس كتير عارفه ان انا الموضوع الماديات ده مش فارقه معايا، على قد ما انا عاوز اطور شغلي وانشره بشكل اوسع. اوكي. فقلت له انا عايز اشتغل، انت حضرتك هتخصص لي لعيبه تدربها، لكن انا عايز، انا بدرب مصر كلها. فحرفيا الحمد لله مصر كلها. عندي كذا الاعمار كلها بتاعت النوادي. وفي كذا محافظه. انا عايز اعرف بقى، انت بتاخد معاك كام لعيب؟ ماشي. وبرده مين اسامي الناس اللي بتدربها دلوقتي؟ بياخد كام لعيب؟ طب خلينا في الاسامي، هم كتير جدا. بس ابرزهم، اقول ابرزهم عشان بس ما حدش يزعل مني. ماشي. اقول ابرزهم. يعني انا معايا شكري، معايا مصطفى محمد، معايا محمد شريف، معايا كريم فؤاد، معايا جون ايبوكا، معايا عمرو مرعي، معايا كريم طارق، معايا عبد الله بكري، معايا مين تاني؟ افتكر الناس. جريندو. النبي خليني بس ناخد وقت طويل في الموضوع ده. معايا جريندو، معايا يوسف حسن زمالك، مهدي سليمان، معايا مهدي سليمان، معايا محمود حمدي، معايا عمر السعيد. لسه ما تقفلوش. انا بحاول. مين تاني شفت مين؟ طيب معايا. طيب احنا عشان نبقى في السيف سايد نخليها مفتوحه. خليها مفتوحه على ابرز الاسم اللي انت بتدربها. كتير عشان بس ما حدش يزعل. انت لما بتيجي تدرب اللعيبه، انت ما بتدربش مركز نبيل ومصطفى فتحي. ثواني يا جماعه والنبي عشان ما يمسكونيش. وقت الحلقه هيخلص. احنا بنقول اسامي اللعيبه. مصطفى فتحي ويوسف حسن وناس كتير. ناس كتير. فادي فريد. حلو قوي. واوباما. يا احمد استنى يا جماعه، خشوا عنده على الانستجرام. احمد انت ما بتدربش مركز معين. اول بوزيشن. ده بقى. طب ما ده ايه؟ بص، ما انا قلت لك على الخيال. الخيال. انا كنت لعيب كوره حريف شويه. ماشي. على اسم البرنامج. فانا كنت حريف شويه. ببقى عندي شويه كده تريكات، هي دي اللي بقدر اعملها. واشتغلت في وحمدي النجاز، اشتغلت مع الناس دي كلها. فبقدر اعلمهم شويه حاجات تريكات. انا ما بحبش الكم، انا ما بحبش العك كتير قوي. هو اللعيب، عشان برضو الناس بتقول لك ان انا مدرب بدني وفيتنس، انا ماليش في الفيتنس ولا البدني خالص. انا مش مهامي، ومش ده اللي انا خدت فيه اي حاجه ولا افهمه. انا راجل بشتغل على المهارات بس.
بس حصل عشان ما يقوليش ان انا بس بصيب واعور ناس، لا انا ماليش في الكلام. انا كنت عايز اسالك على ده. ايوه يعني بيحصل لغط كتير. انه اتقال انه كل اللعيبه او اغلب اللعيبه اللي اتضربوا مع احمد لا 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 بعدها مش كل اللعيبه اتصاب. لا 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 مش كل اللعيبه، وان هو بيزود عليهم وكلهم اصاباتهم قريبه من بعض. مين اللي قال كده؟ مفيش الكلام ده يعني. والله ما حصل. الاكونت بتاعه احنا بنقول اللي اتقال عشان انت تصلح. واحد من ضمن 300 مليون. مفيش الكلام ده والله. بص انا هفهم الناس برضو شغلي. انا ممكن اللعيب يجي يشتغل ياخد مسافه كبيره قوي، يعني شكر نجيب كان بيجي لي من الاسماعيلي وكان بيبقى قاعد في الاسماعيليه عشان ياخد مثلا تمرين ربع ساعه. ماشي. طيب انا بسال ايه؟ انا اول ما بيجي لي اللعيب بعرف اخر 3 4 ايام هو عمل ايه، اتمرنت ازاي، الحمل كان قد ايه، النهارده عملت ايه، النهارده ما عملتش ايه، طب انت مجهد، طب انت وين، اسئله كتير قوي ليها علاقه باللي حصل. ليها علاقه بالاخر 3 4 ايام هو كان بيعمل فيهم ايه. بناء عليه انا ببتدي احط شغلي. طب شغلي اللي هو عباره عن ايه؟ ورم اب عادي عشان بس ما اتعورش، ملوش علاقه بالبدني. اوكي. يعني لما يجري 10 دقائق انا كده مش بدني، امال هيعمل ايه؟ بسخن بس. شويه حاجات كده فوت ورك بسيطه، بعد كده بيخش شغله. شغله بقى اللي هو ايه؟ كره فقط على اللي ناقصه بس، يعني ممكن التمرين تاخد نص ساعه بس. هم دول بيقولوا بيعور ومش بيعور. اوكي. مع ذلك هو مفيش حد عندي، اللعيبه كلها موجوده معايا وبيتفرجوا، مفيش حد عندي اتصاب الحمد لله، لان انا ببقى بصي، لان انا عارف ان اللعيب ده دوري ممتاز. طيب لو اتعور هيحصل له مشكله قبل ما يحصل لنا مشكله طبعا، لان هم هيقولوا له. فانا شغال في السيف سايد قوي بالذات على لعيبه الدوري الممتاز. طب احمد عايز اسالك على حاجه، هل في نادي قبل كده هو اللي تواصل معاك وقال لك احنا عايزينك يا احمد تدرب حد من اللاعبين، ولا دايما اللاعبين هم اللي بيجوا لك من نفسهم؟ هم الاثنين، بس اللي رسمي قوي انا رفضت، لكن في اثنين مدربين، اثنين مدربين كبار جدا هم اللي كانوا بيتواصلوا معايا، يعني منهم كابتن ربيع سين ومنهم كابتن عماد النحاس. كابتن عماد النحاس انا كنت شغال معاه في المقاولين، بروح بالسيشن، هو كان عارف ان انا رقم واحد بالنسبه لي ان انا اشتغل بره مش جوه النوادي. مش جوه النوادي، انا ما بحبش يبقى يتقفل عليا باب، انا ما بحبش كده. يعني ما تبقاش بتاع مكان معين أنا انت أنا بتشتغل أشتغل براحتي. براحتي الوقت اللي انا عايزه، واشتغل واخد كم وقت طويل اقدر اساعد بيه اللعيب، لكن في النادي انت اخرك 7 دقائق او 3 دقائق. طب هتعملي في ايه؟ ولا هتعملي في حاجه. انت ليكي شغل معين. فكابتن عماد النحاس جابني المقاولين، وكابتن ربيع ياسين خدني مع المنتخب الشباب وخدني برضو ببتروجيت، بس بروح هم عارفين جميل بالسيشن، يعني بروح اعمل كده لفلان الفلاني يوم في الاسبوع او يومين، لكن كل يوم لا 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 ماليش انا في كل يوم غير في شغل انا بس، ما بروحش نوادي. انا يقول لي كل يوم واصحى الساعه 7 واصحى الساعه 8، مالكش في الروتين. انا شفتك قبل كده بتتكلم، كنت بتقول انا لعيب الكوره اللي بيجي لي بشوف ايه الحاجات اللي هو شاطر فيها وبخليه شاطر فيها اكتر. صح. ما بشوفش الحاجات اللي ما بيعرفش يعملها واحاول اعلمها له. صح. انا عايزك تتكلم عن ده لان ده مهم جدا. بص حضرتك، انت لما بتيجي انت عندك شغلك الخاص بتاعك، انت لو وقفتي الليميت معين انت هتنسيه اصلا. فانت دايما بتطوري من كلامك. احنا معانا تليفون كابتن عماد النحاس. كابتن عماد يا كابتن معانا التليفون. الو. اهلا بيك يا حبيبي. ازيك يا كابتن؟ منورنا. لا ده انتوا المنورين. الله يخليك. قناه النادي الاهلي وجميل منور يا محمد. كان نفسي قدام مني شاشه بشايفكم يعني، لكن للاسف والله انا بره البيت فما فيش من قدام مني تلفزيون، لكن انتوا طبعا منورين قناتنا، طبعا قناه النادي الاهلي. طبعا. الله يخليك كابتن عماد. انت ساكت يا احمد ليه؟ انا ساكت لان هنضحك انا وهو. انا عايزك تضحك. انا عايزك تضحك. كابتن عماد صباح الفل، صحيناك معلش. لسه كنا مع بعض امبارح. انا عايز اعرف ايه اللي انت شفته في كابتن احمد جميل. بص خليني اكلمك على جميل، مش عشان هو واحد يعني، من يعني دايما الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيسند المشوار بتاعهم في الكوره يعني مش كتير او مش كبير، ربنا بيديله ميزه في حاجه ثانيه. فدي اللي موجود عند جميل يعني. يقدر يشتغل على لعيب كويس، يشوف ايه اللي ناقصه ممكن يشتغل عليه، ايه اللي عنده كويس ممكن يزوده له. هو مهتم وبيدرس وبيشتغل على نفسه كويس وبيطور نفسه كويس، بيشتغل مع مراحل فنيه مختلفه، بيشتغل مع لعيبه كبيره، يشتغل مع ولد صغير. هو حابب الشغلانه ودي ميزه عنده، يعني هو حابب ان هو يبقى موجود في المنطقه دي بس. يعني يمكن من الفتره اللي اشتغل معايا فيها واستعنت بيه ان ما كنتش حابب ان يبقى عندي لعيب هو طالع يزود بره، عايز اشوفه تحت عينيا انا هو اللعيب ده بيعمل ايه وايه الشغل اللي بيتعمل له. وليه لا ما استفادش انا منه كمدرب، وان الاختصاص ده او الراجل المتخصص في شغله ده يبقى موجود معاه في الجهاز. اوكي صح. لكن هو مبسوط بشغله يعني، وانا مبسوط ان هو حابب شغله، ان هو يبقى يعني كتير من المدربين شغالين نفس الشغلانه بتاع جميل. طبعا جميل عارف كده كويس، وكلهم اصدقائه كلهم معظمهم انا اتعاملت معاهم على المستوى الشخصي، سواء مع اولادي بالاخص يعني.
وكل واحد فيهم بيجتهد اللي هو شايفه. طب كابتن عماد، حضرتك بتشوف اهميه ايه، ان اهميه ايه، اهميه ان كل لاعب فعلا لازم يكون معاه مدرب او يطور ادائه طول الوقت؟ هو انا اللي نفسي ان هو كل الحاجه دي موجوده في الانديه، لان في انديه بتعمل كده بالفعل. يعني في انديه ان هي بتشتغل على الـ على الـ على الـ على الامور اللي ناقصه اللعيبه، لكن ممكن مع ضغط الماتشات، مع اللعب، مع المنافسات الكتير، ما فيش وقت، ما يبقاش ما عندكش وقت. لكن ممكن لعيب مثلا، لعيب كان بعيد فتره، لعيب ما بيلعبش، لعيب مستواه نزل، لعيب حاسس ان انا كرومتي نزل شويه، ليه لا؟ ما وفرهاش النادي، انا ممكن اعملها بره، بس بالزبط. انا ببقى حابب ان هي سواء من خلال المدرب اللي هيمرنه بره، وانت طبعا معاكي بسم الله ما شاء الله نموذج محترم جدا من المدربين. دي شهاده كبيره دي يا عيب. بمعرفه النادي تمام، عشان ما يبقاش فيه، ويمكن بيراعيها دايما جميل في شغله، يعني اللعيب اللي رايح له هو عامل ايه، شغال ايه، تمرينك امتى، وقت الراحه عامل ازاي، عشان ما يبقاش في حمل زياده، ما يعرضش اللعيبه للاصابات. كل الحاجات دي انا بشوف ان احمد بيشتغل عليها بشكل كويس. مش اي لعيب هيجي لي كده همرنه وان يلا نتطور في دي، فاحنا ننسى النادي وننسى شغل النادي والحمل اللي موجود في النادي، فتبص تلاقي اللعيب ده فتره قريبه بس اتعور، يبقى احنا ما استفدناش ولا في النادي ولا بره النادي. بعد مقاطعتي الكابتن عماد، هو اول مدرب حب الفكره دي كان بيجيب لي شكري نجيب، كان بيلعب في المقاولين. كان هو دايما بيجيبه لي. كان انا كنت بخلص التمرين مع شكري، لازم ابعت له الفيديوهات احنا عملنا ايه وما عملناش ايه، عشان تتابعوا مع بعض. وهو كان مرحب جدا، يعني انا ما في مدربين بياخدوها بحساسيه شويه. لا، المدربين الشاطر قوي بتبقى عارفه ان كل واحد ليه حتته طبعا، يعني هو اللي بيعمل كل حاجه، يعني المدير الفني هو اللي بيعمل كل حاجه، يعني بس يعني بيدي ده حاجه عشان هو مش هيكون فاضي طبعا. مش هيكون فاضي يعمل مزبوط. كل حاجه يعني مزبوط. الحقيقه احنا عايزين نشكر كابتن عماد، انا حاسس حضرتك نورتنا، وان شاء الله تيجي تنورنا هنا في الاستوديو ان شاء الله. انا بشكرك طبعا، شكرا جزيلا، دايما موفقين، دايما موفق صباحين. ربنا يبارك لك يا كابتن، ربنا يخليك لي يا كابتن، نورتنا. احمد، عايزين نروح لشق تاني الا وهو الجانب النفسي. هل انت بتلعب مع اللعيبه او بتدرب اللعيبه مهاري فقط، ولا بتشتغل معاهم على الجانب النفسي؟ وده يعتبر من اهم الجوانب، يعني ده اهم جانب. انا نفسيتي متدمره والله العظيم، اقسم بالله والله نفسيتي متدمره. يعني هم دلوقتي اللعيبه الصغيره اكتريتهم هم اللي بيضحكوا، مش الكبار، اللعيبه الصغيره. انا دايما كنت بقول حتى المدربين اللي معايا، انا طبعا شغال معايا مدربين هم اللي منجحيني، الاستاف بتاعي هم اللي منجحين، كان زيزو ولا اسلام ولا كريم، الناس دي شاطره قوي ومساعدين، فلازم نديهم حقهم يعني من خلال كوكبات النادي الاهلي. فالموضوع النفسي انا دايما بفضل اقول لهم احنا اللي بيجوا لنا المعقدين والمكتئبين. مش هيجي لك حد شاطر قوي شغال كويس، مش هيجي لك خلاص. هو شغال، ما بيجيلكش غير اللي مثلا ايه، ما بيلعبش، عنده حاجه، مشكله ثانيه، فيجي دايما. خلي بالك كل الكباتن بعد اللي انت قلته ده. أيوة. الكابتن بقى مصطفى محمد وكابتن مهدي سليمان وكابتن محمد شريف كلهم الثلاثه قلت عليهم كلهم معقدين دلوقتي. لا دول ماشيين كويس، ما الحمد لله دول ماشيين كويس، مصطفى ماشي كويس الحمد لله. فدايما انا طبعا انا بيبقى ليا دور ان انا بصاحب اكتر ما بدرب، انا بصاحب الاول عشان هو لو انت صاحبتيه هو هياخد منك الكلمه خلاص. يعني انا في اطفال صغيره ابهاتهم بيكلموني جميل، الواد ما بياكلش اطفال. انا اقول له كل يعني كل. خلاص هو هياخدها مني انا، فده لازم أن يحبني. فالموضوع الجانب النفسي ده انا بعاني، ببقى رايح بخمسه بس في المية، اروح التمرين هو خلاص انا ما بلعبش، المدرب ما بيلعبنيش، النوادي بفلوس، انا مش عارف اروح فين، وانا مش عارف اعمل ايه. طبعا انا ما باخد بديله 5% بتوعي وبروح ميت والله. يعني بتقعد تشتغل معاهم على النفس؟ لازم اتكلم. لان انا لو ما اتكلمتش قبل التمرين مش هيقدر يتمرن اصلا، هيتعور. بالظبط. طب لازم ارغي. طب انت وديتنا لفكره التمرين برضو للاطفال، يعني انا معاك. بتعلم فئه عمريه من كام، وهل كل فئه عمريه بتوديها في تمرين معين او تقليل معين؟ انا معايا من اول 7 سنين ياسين، من اول 7 ياسين لحد مثلا كل الاعمار من 6 سنين. انا ما كنتش بقبل العمر ده شويه، بس بدات اقبل بيه عشان برضه ماشي حلوه. السن ده تقدر تشكله فعلا. بالظبط بالظبط. انا شغلي بيبان اكتر على اللعيبه الصغيره جدا. صح، لان جداً. لسه ما عندوش ستايل وما عندوش بالزبط. مهاره معينه. هو اول لما بيصحى كده بيلاقيني انا في وشه، اللي هو بقول له البيزكس فوتبول الصح، فبيبتدي يشتغل عليه.
لكن جميع الاعمار او كل سن ليه حاجته وليه شغله وليه البدن بتاعه. بلاش زيت وتمر ولا بنهن الدنيا. طب انت احنا اتكلمنا عن انت ازاي بتتعامل مع اللعيبه، طب اللعيبه بيتعاملوا معاك ازاي؟ يعني ايه العلاقه اللي بينك وبين اللعيبه؟ بيتقبلوا بقى ولا بيبقى؟ بصي والله العظيم والله العظيم انا لما بروح شغلي اقسم بالله ببقى اسعد بني ادم في الدنيا. اقسم بالله انا عارف انه رايح شقه. انا خلي بالك انا بشتغل بالثمان ساعات. يعني مش مثلا ساعه وبمشي، انا 8 ساعات شغالهم متواصلين. ففي كل سيشن في مثلا 5 6 لعيبه هزار وضحك، واصلا ما فيش حد بيقول لي يا كابتن. يعني انا اسمي جميل، ما حدش بيقول لي كابتن دي خالص. الطفل الصغير جميل انا هطلع اشرب ميه، جميل انا مش عارف ايه، ما فيش كابتن دي خالص. جميل للاسف وقت فقرتنا خلصت. اخيرا عايزك تقول لي اسامي لعيبه عايز تدربها تطوير اداء هنا في مصر وبره مصر. هنا في مصر تقريبا كله معايا الحمد لله. يعني اكيد في لعيب شايف انه لو بقى معاك اداؤه هيبقى في حته ثانيه. كله معايا. ايه ده؟ الحمد لله. بس في اصل في ناس خلي بالك بمرنهم ما بقولش اساميهم، ما ينفعش. فممنوع. لكن كله موجود، المصري كله موجود. بره مصر؟ بره مصر ما مش عارف، يعني ما جاش في دماغي ان انا اشتغل ان انا اضرب حد بره مصر. راجل مستكفي. هو بس المحترف الوحيد اللي انا كنت عايز اشتغل معاه هو تريزيجيه. واشتغلته؟ لا لسه يعني اشتغل ان شاء الله باذن الله. لكن كله تمام كله تمام. انت نورتنا وانا بتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي، وانا بشكرك على اللي انت بتعمله لان هي حاجه محترمه، واكاديميات الكوره من اهم الحاجات اللي لازم تبقى عندنا في مصر بدل ال 10 و100 وبدل ال 100,000، لان هو ده مستقبل الكوره في مصر، الشباب الصغيره وكمان اللي انت بتعمله مع اللعيبه الكبار. نورتنا وشرفتنا. الف شكر ليك. بشكرك. هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم حلقتنا. رجعنا لكم مرة تانية ووصلنا معاكم لآخر فقرات حلقتنا النهاردة استشارة طبية. استشارتنا الطبية النهاردة هنتكلم فيها عن خشونة المفاصل عند رياضيين. من الأمور المتوقعة والطبيعية اللي ممكن تحصل لنا كلنا بعد ممارستنا لأي نوع من الرياضة، خصوصا الرياضات الصعبة اللي بتستمر لفترة طويلة، وهي وجود بعض الآلام في المفاصل والعضلات أو سماع صوت طرقعة في المفاصل اللي يمكن اتكلمنا عن ده الحلقة اللي فاتت. ودي ممكن تكون حاجات عادية وغير مقلقة، لكن في حالة بيكون فيها الألم شديد جدا وممكن يستمر لمدة طويلة، وممكن يكون ليه أبعاد تانية زي إصابة المفصل بضرر أو تمزق في الأربطة أو وجود مشكلة في الغضاريف أو الإصابات بالخشونة وغيرهم كتير قوي من المشاكل. عشان كده النهاردة هنتكلم عن خشونة المفاصل عند الرياضيين وإزاي نخلي بالنا كويس مع ضيفي اللي منورني دكتور أحمد رأفت أخصائي العلاج الطبيعي والمستشار الطبي لشركة بيكس فارما. مساء الفل يا دكتور. مساء النور. كلنا عندنا الطقطقة دي ويمكن اتكلمنا عليها الفترة الحلقة اللي فاتت، بس امتى احس ان لا انا اللي عندي ده حاجة صعبة، اللي عندي ده بداية خشونة، اللي عندي ده لازم اخد بالي منه جدا وابتدي اخد خطوات صح؟ طيب هو مبدئيا زي ما احنا اتفقنا المرة اللي فاتت، احنا قلنا الطرقعة دي اصلا علامة بداية الخشونة. اوكي. فطالما دي موجودة فنبدأ اكير قوي وابدأ اركز انا ليه بيحصل الطرقعة، بتحصل امتى؟ هل لما بقعد كتير ولا هل لما وانا ماشي على طول عمال اطرقع ولا كل حركة بالطرقعة؟ ده بيفرق طبعا. تاني حاجة ان امتى اروح لدكتور او امتى ابدا اكشف، يعني مع بداية البين او بداية ان انا احس ان في الم بسيط في رجلي اصلا وانا بعمل اي حركة طبيعية. فابدا لازم اروح اشوف ايه السبب، لان مش طبيعي ان انا يكون عندي الم اصلا. تاني حاجة برضو مهمة قوي قوي ان انا اركز في حتة هل المفصل بيورم ولا لا، يعني هل انا مثلا انا بمشي كتير بيحصل ورم؟ لو بيحصل ورم فدي برضو علامة ان في التهابات بتحصل جوه المفصل سواء في الغشاء او في العظم. طبعا لسه ده هيتحدد بعد الكشف. بس هو ضروري جدا لو في ورم او الم لا اروح للدكتور على طول عشان اعرف ايه سبب ده ونحله بسرعه. نروح للرياضيين، عايزين نعرف ايه سبب خشونه المفاصل عند الرياضيين، وهم من اكتر الناس اللي بيهتموا بعضلاتهم وبيقووا عضلاتهم سواء الاماميه او الخلفيه، فليه بيحصل لهم خشونه؟ طيب ليه بيحصل لهم خشونه؟ لان الاوفر يوز، يعني بالنسبه للرياضيين هم بيستخدموا المفاصل بشكل كتير قوي عن البني ادم الطبيعي. ثانيا اللود في التمرين برده بيفرق جدا، هم بيبقى عندهم تمرينات ضغط جامده قوي قوي قوي، وطبعا مطوشه كتير وحاجات كتير، فبيضطر ان هو يعمل ساعات اوفر يوز على المفصل. فدي حاجه بتخلي العضله اصلا ما تبقاش شايله خلاص، فيبدا المفصل هو اللي يشيل. الحاجه الثانيه المهمه قوي في الرياضيين اللي بيهملوها ساعات هي الاطالات، يعني ممكن تلاقي اللعيب او حد ما بيركزش قوي في الاطاله ويركز في تمرين التقويه. ودي مشكله بقى بتخلي الدنيا تقصر اكتر في المفصل فيبقى قريب.
الاطالات اللي هي الاسترتشنج. الاسترتشنج اكسرسايز دي بقى مش كتير بيركز فيها حتى كلاعيبه تلاقيهم ممكن يعملها كده بسيط، يعملها سريعا وينزل الملعب. فهي دي الازمه كلها، انه لازم يركز قوي في الاسترتشنج اكسرسايز ده، لان اطاله العضله بتدي مدى للمفصل انه يشتغل بعيد عن بعضه زي ما هو المفروض ربنا خلقه. انما لما بيكون العضله الخلفيه مثلا قصيره وقويه قوي فبيبقى المفصل قريب، حتى لو الاماميه شايله فهي المفصل عمال يحتك، فده اللي بيعمل مشكله اصلا عند الرياضيين. زي برضو فكره التنس، ما هو في حاجه اسمها تنس قلبه، بتيجي ان العضله نفسها بتلتهب من كتر الاوفر يوز. هو عضلته قويه كويسه قوي بس هو من كتر الضربه اللي بيعملها في التنس بيبدا يحصل له التنس قلبه، اللي هو التهاب في العضله مش في المفصل بس، ده من كتر الاستخدام طبعا تمرين وماتش ووقت كبير، وحته بقى ان هو ما بيشربوش ميه كويس. طيب دكتور سائل. احنا بننصح دايما بالرياضه وبنقول لازم نتمرن، طب نعمل ايه علشان نتفادى خشونه المفاصل او الام المفاصل واحنا بنتمرن؟ ايه الحاجات الاجراءات اللي ممكن نعملها علشان تساعدنا نحافظ على نفسنا؟ مبدئيا كده واحنا بنتمرن زي ما اتفقنا، الاطالات دي حاجه مهمه قوي لازم اركز فيها واحافظ على المدى الحركي بتاع العضله. تاني حاجه على طول بقى ان انا اشرب ميه كويس قوي واعوض نفسي بالسوائل اللي بفقدها في التمرين، لان برده الميه اثناء التمرين هي طبعا في السبورتس درينك بيبقى افضل طبعا اثناء التمرين، انه بيعوض بالالكترولايتس المطلوبه كلها. ده مهم قوي، ما ينفعش ان هو يتنسي، وبيبقى له كل ربع ساعه المفروض 250 مللي جرام، ده المفروض كل ربع ساعه ياخد 250 مللي من سبورتس درينك. من سبورتس درينك اللي هي الحاجات اللي بتبقى الوان كده بيبقى لونها اصفر او يعني مدي على اصفر شويه، لان هي بتبقى فيها اصلا كل الالكترولايتس اللي الجسم بيفقدها، يعني هي بتعوضه عن مش السوائل بس، ده كمان حاجات تانية بيبقى محتاجها الجسم زي الاملاح زي السكريات، لان هو عشان يبقى فيه طاقه لازم دول يبقوا موجودين. فبالتالي السبورتس درينك احسن من الميه. دي هي بتبقى البي سي دبل اي والحاجات دي. ايوه بالظبط، الحاجات اللي بالبطيخ واللي بالفاكهه هم دول. وده ممكن حتى بيتعمل في البيت ساعات برضو بس بالبرتقال او بالليمون، وليهم طرق معينه ووصفات معينه وحسب فتره التمرين بنقول هياخد قد ايه معاه وهو رايح التمرين. فده مهم جدا انه يكون موجود بالذات للرياضيين، لان هو فقد الالكترولايتس بيخلي العضله تنقبض وممكن ما تعملش ريلاكسيشن. اوكي، فدي حاجه مهمه. تمام، حلو. واخر حاجه بقى ان احنا لازم نتغذى كويس. الغذاء ده مهم قوي 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 في حته ان المفاصل واللي بيحصل عليها احتكاك دي بتتبني كل يوم، فانا لو ما عنديش الحاجه اللي ابني بيها مش هتتبني، بالعكس هتتاكل اسرع وهيبدا تختفي وهبدا اخش في مراحل خشونه. فالغذاء شيء مهم قوي ان انا اكمل بيه الحاجات اللي ناقصاني. طبعا احنا كلنا معظمنا ما بيتغذاش دلوقتي كويس، وبالاكل كله مهملين فيه. فبالتالي المكملات الغذائيه حاليا هي بتعوض عن ده، ان انا باخد الحاجات اللي انا محتاجها على طريق تابلتس فجسمي يخزنها عندي، فيوم ما يحتاجها يلاقيها يبني بيها سواء الغضروف او العظم او اي حاجه تانية مشكله عندي. ايه بقى الحاجات اللي احنا محتاجينها؟ يعني ايه السبلمنتس اللي كل بني ادم محتاج ياخد منها علشان الجوينتس بتاعته او المفاصل بتاعته ما تتاثرش؟ مبدئيا كده احنا الجوينت بيكس ده مهم قوي. ده فكرته ان هو معمول للمفاصل مخصوص، ده مكون من خمس عناصر: الكوندروتين والجلوكوزامين والهايلورونيك اسيد والبرومالين والجينجر. حلو. الكوندروتين والجلوكوزامين دي المواد اللي بتكون اصلا في المفصل اللي الجسم طبيعي بينتجها وبيبدا يبني بيها المفصل الغضروف. فطبيعي انا لما اديها له من الخارج فبقى المخزون عنده كبير، يبدا يبني منه زي ما هو عايز. حلو. الهايلورونيك اسيد هو ده السائل اللي موجود جوه المفصل، هو ده اللي بيحافظ على اللوبريكيشن او التزييت اللي جوه زي ما بيقولوا، فبيخليه ما بيحتكش ببعضه. ده طبيعي مع السن ومع الاوفر يوز بيبدا يقل. فعشان كده بنبدا اسمع صوت الترقعه. فالهيالورونيك اسيد موجود برده في التابلت. البرومالين دي ماده مستخلصه من الاناناس وهي ماده مضاده للالتهابات، والجينجر هو مسكن طبيعي ربنا خلقه لنا بنستخدمه كمسكن. فدول في الحالات العلاجيه اللي عندهم الم او بيشتكوا من الم بيفرق معاهم جدا ان هو بيقدلهم على الالم، في نفس الوقت بيبقى عنده مخزون يبني بيه الغضروف فتبدا الدنيا تتحسن افضل. اوكي، ده كده اول سبب. تاني حاجه مهمه قوي ان طبعا زي ما قلنا المفاصل فيها عظم، فطبيعي الكالسيوم هنا اهو ده هنا كده مفصل الركبه مع الاوفر يوز بيبدا يحصل يعني احتكاك جامد جدا، فيبدا الغضروف اهو يضغط على بعضه فيبدا يحصل تشققات وتكسرات، وبعد كده يبدا يتاكل خالص فيبدا يختفي من وجود، ما بقاش موجود. اللون الابيض ده هو الغضروف، هيبدا تدريجا هو يبدا يتاكل خالص مع الاوفر يوز. بس كده بدانا بقى نشوف ايه العظم هو اللي باين اهو، فهيبدا العظم بقى هو اللي يحتك بعضه. صحيح. فبالتالي هيبدا نوصل لمرحله ان العظم ده كل احتكاكه بيوجعني بيألمني مش قادر. مره في مره هيبدا العظم ده من كتر الاحتكاك بيعتبر ان هي كانها اصابه، فيبدا يكون زوايد عظميه ثانيه. فبالتالي الزوايد العظميه دي بقى كل مره تخبط اكتر تسبب لي الم اعلى. طبعا. ان هي بدات تبقى نتوءات زي كده. ايوه.
يعني زي دي كده. تخيلي دي بقى لما تمشي كده في ركبك هتلاقي كده طبعا اكيد في الم رهيب جدا مش تقدري تقفي. مرحله زي كده خلاص بيبقى المفروض تغيير مفصل، ما لهاش امل انه يعمل اي حاجه ثانيه. بيحصل ده دايما يا دكتور مع كبار السن برضو، تلاقيهم مش قادرين يمشوا، اصحاب الوزن الزايد مش قادرين يقفوا. هي يعني نفس المبدا بقى ان الوزن الزايد ده اتفقنا ان اللود بيبقى نازل على العضله كبير قوي، فبالتالي العضله مش شايله الوزن ده، فالمفصل خبط في بعضه واحتك. كبار السن المشكله ان مش مساله المفصل احتك، هي العضلات بدات تضعف وهم اهملوا في نفسهم شويه، ومع عدم الغذاء برده لانه بيفقد الشهيه مع السن ومفيش رياضه، فبالتالي هو ما بياكلش كويس. فالغضاريف بتبدا تتاكل اسرع بكتير جدا لان الجسم خلاص كبر فمبقاش ينتج الحاجات دي بسرعه. فيفضل دايما المكملات. عشان كده احنا اتكلمنا عن فيتامين واحد، عايزين نكمل بقيه الكورس. زي ما اتفقنا بقى ان العظم موجود تبع الجوينت، فبالتالي الكالسيوم حاجه مهمه قوي قوي لازم تكون موجوده عندي طبعا. ومعظمنا برضو بعيد عن الجبنه واللبن، وبقى ناس كتير ما بتشربش لبن دلوقتي خالص، وده شيء خطر يعني. وحتى هو لو مصدر الكالسيوم، خلينا نقول انه حتى لو بنشرب لبن وبناكل منتجات البان، صعب قوي دلوقتي ان انت تاخد كل كفايتك من الكالسيوم من الاكل. ده حقيقي، عشان نبقى واقعيين، حتى لو الاكل كمان بناكله فهو ما بيكملناش اللي احنا محتاجينه، او على الاقل هيديني شويه ومش مش هيعمل مخزون عندي، لان صحيح. انا برده مش باخد الكميه الكافيه، فبالتالي الكالسيوم مهم جدا عشان هو ده اللي بيبني العظمه. هو ده البيلدينج بلوك بتاعت العظمه. وكل يوم احنا عظمنا بيتاكل وبيتبني، فمحتاج كالسيوم كل يوم. فطبيعي انا لو ما خدتش كالسيوم النهارده مش هيتبني عظم جديد، هبدا اوصل ان عظمي يبقى ضعيف، او احس بالام وانا مثلا قاعد شويه هوا جم سقعين، احس ان ركبتي وجعتني، او ده معناه ان العظم ضعيف مش قوي. طول ما بيبقى فيه غلاف حواليه والدنيا قويه ما بيبقاش تعبان. حته ان انا اقوم امشي واتعب بسرعه واحس ان العظمه دي بدات تلتهب، فتعرفي برده ان هي كده بدات تخش في مراحل ان هي ضعيفه مش قويه. طول ما العظمه قويه ما بتحسيش بالم، ما بيحصلش حواليها التهاب. فعشان كده الكالسيوم مهم قوي، وعشان كده هم عملوا سي دي زد باكس، باكس فارما. سي دي زد باكس ده كالسيوم سيتريت، دي التركيبه الكيماويه الامنه اللي ما بتوجعش البطن وما بتعملش غثيان، ومريحه جدا في امتصاصها، وبالعكس الجسم بيمتص معظم الكالسيوم منها. كالسيوم كربونات هو ده اللي متعب شويه، في ناس بتشتكي ان هي بتاخده بتتعب. انا عايز اقول لحضرتك بقى على حاجه، انت لفتت نظري، انا كل يوم الصبح باخد الفيتامينز بتاعتي، فانا باخد فيهم كالسيوم. اوكي. وبركب العربيه بحس ان انا يعني مش مظبوطه. تمام. ما كنتش عارفه السبب بجد، انا عرفته وانت بتقول كالسيوم هو اللي بيعمل فيها كده. ايوه ده مليون في الميه. وحسب بقى التركيبه هتلاقي كالسيوم كربونات مش كالسيوم سيتريت، لان الكالسيوم سيتريت ما بيعملش المشكله. كالماج او حاجه كده، هو هتلاقي كالسيوم كربونات. أيوة. اكتر. أوكي. هتلاقي التركيبه كالسيوم كربونات وهو ده اللي بيعمل الغثيان بتاع الصبح. ببقى مش قادر. الكالسيوم سيتريت لا، ده بالعكس امتصاصه سهل وما بيعملش اي مشاكل مع المعده خالص. وبما اننا اتكلمنا على الكالسيوم فلازم بقى نقول ان اساسا من غير الفيتامين دي الكالسيوم مش هيعمل بايندينج مع العظم. بالظبط. بالتالي فيتامين دي مهم قوي برده جدا، وعشان كده في في دي بيكس ده الفيتامين دي اللي هي 2000 اي يو، اللي هي المفروض الريكومندد ديلي دوز اللي المفروض البني ادم ياخدها يوميا. ديلي يوز. ديلي 2000 2000 ملي جرام. ديلي 2000 ديلي. يعني احنا الروشته بتاعتنا ناكل كويس، نمارس رياضه، نعمل اطالات او ستريتشنج، وناخد مع الغذاء مكملات الغذائيه. مكملات عشان الفيتامين دي علشان اللي هو الكالسيوم مش هي مش هيرتبط اصلا من غير الفيتامين دي. الجوينت باكس ده علشان المفاصل، وفيتامين دي والكالسيوم عشان امتصاصهم مع بعض، عشان العظم. ده عشان العظم، عشان العظم، وعشان ما يجيش هشاشه. تمام. ده في دي بيكس اهو، ده فيتامين دي. ده المفروض احنا فيتامين دي موجود في الاكل، بس موجود في الكبده والحاجات الخضراء بس بنسبه قليله قوي، وفي نفس الوقت ما بيمتصش بشكل ضخم، فعشان كده هي المصدر الرئيسي للفيتامين دي هو الشمس. واحنا معظمنا برضو مش بيتعرض للشمس بشكل صحيح، ومش بنعرض جلدنا كله للشمس، عشان هو الجلد المصدر الرئيسي لامتصاص فيتامين دي. صحيح. لازم يكون جزء كبير جدا متعرض عشان يمتص كتير. فده مش بيحصل. غير المواعيد طبعا، ان المفروض الميعاد الصح ان من 7 ل 10 او من 3 لغايه المغرب. دي انسب مواعيد لفيتامين دي. اللي من 10 ل 3 ده مش حلو، ومعظمنا بيبقى موجود في الشمس في المعده. اللي هو اصلا الالترا فايلت ريز بتبقى كتيره، ودي مضره مش مفيده. فدي الازمه. فكده فيتامين دي معظمنا عندنا في نقص، وبالتالي هو لازم مكمل غذائي. اخر حاجه خالص في الفيتامينز اللي هو الالب مالتي فيت، ده مالتي فيتامين. بقيه الفيتامينز بقى اللي الجسم محتاجها كلها، سواء فيتامين بي كومبلكس اللي هو للاعصاب، سواء ماجنيزيوم، سواء بوتاسيوم، سواء زنك، سواء كل الحاجات دي موجوده بقى فيه عشان النشاط والتركيز. لان جسمنا برده من غير فيتامينز بيحس ان هو همدان، مش قادر، انا النهارده مش مركز شويه. ده نقص فيتامين ضروري جدا يتعوض عشان تبدا تحس بنشاط وبقوه. فده مهم جدا قوي كلهم على بعض، هي دي المكملات اللي احنا محتاجينها يوميا. طب الكورس ده ملوش فئه عمريه معينه، يعني ما ننصحش بيه حد معين، من سن كام يقدر ياخد الكورس ده عادي؟ بنقول من اول ما يعني سن
اول ما يقدر يبلع الحبايه يبقى يقدر ياخدها. بس احنا بنفضل ده من 16 سنه عشان يكون بدا يكون خلاص هو جرون وخلاص وصل لمرحله نمو كويسه جدا. فبالتالي هو بيعمل مخزون للمستقبل، هو بياخده كوقايه مش هياخده عشان خاطر حاجه بالزبط. انما طبعا لو في الام او في حاجه فهو بياخده بقى لانه يعالج المشكله وفي نفس الوقت يكون في وقايه للي جاي بعد كده. اوكي، 16 سنه كويس قوي. وبعدين بيكون برده بدا يكون رياضي فبيبقى برده عليه لود اعلى كتير بالذات اليومين دول كمان الاطفال الشباب كله بقى يروح للرياضه وده شيء كويس. فبيبقوا مركزين معاهم قوي وبعدين ما بياكلوش كويس. مزبوط. دي بقى المشكله الثانيه ان هم حتى الاطفال دلوقتي الرياضيين ما بياكلوش كويس. صح. والاهالي بتبقى شايفهم رفيعين وعضلاتهم ضعيفه بس ما حدش بيتجه انه لازم يروح تغذيه رياضيين. ضروري جدا الاطفال الرياضيه تروح لدكتور تغذيه رياضيين عشان خاطر ياخد النظام الغذائي صح فيبني جسمه صح. ما يبداش الجسم ياخد من اللي عنده عشان يعوض التدريب او صح. التمرين صح، ما يبتديش من الاول على ضعف يعني. بالظبط، هي دي بقى المشكله اللي احنا بنواجهها دلوقتي ان في كتير قوي اصلا بيوصلوا لمرحله الرياضه ليه هو جسمه صغير وتعبان يعني وده مش حلو. المفروض ان هو يبني جسمه من الاول عشان ان شاء الله لما يبقى رياضي محترف فيقدر ان هو يبقى قوي. صح مظبوط. دكتور، اصحاب الامراض المزمنه هل امن ان هم ياخدوا الكورس ده ولا لا، ولا انتوا الاول بتشوفوا كل حاله على حسب؟ هو كده كده في فريق طبي مختص بيرد على اي حد بيتصل على التليفونات عشان يطلب الاوردر بتاع المكملات بيعرف منهم كل المشاكل. بس هو ككورس هو امن تماما ما فيهوش اي مشكله لانها كلها مواد طبيعيه ما لهاش علاقه باي حاجه خالص كيماويه. هي كلها مواد بتفرز داخل الجسم. فبالتالي هو لما بيجيله من بره هو لو محتاج بيستخدمه على طول، لو مش محتاج فبيخزنها في المخزون بتاعها لحد ما يحتاج يستخدمها. انما هي ما تتفاعلش مع اي حاجه وما لهاش دعوه باي مرض خالص. تمام. يعني امنه. امنه تماما. طب الجرعات ومده الكورس، يعني دلوقتي قررت ابتدي الكورس افضل اخده طول الوقت ولا هو لفتره معينه؟ اولا هو احنا بنعمل تحاليل الاول طبعا عشان نشوف نسبه النقص اللي موجوده في الفيتامينز اللي عايزينها قد ايه. تمام. وبالتالي بنحدد وقت الكورس قد ايه. انما الجرعات هو الجوينت بيكس بتاخد حبايتين في اليوم وبقيه المكملات كلها هي حبايه في اليوم واحده بس. ازاي بقى ممكن لو حد بيتفرج وعايز يشتري الكورس؟ هيتصل بالارقام اللي موجوده على الشاشه، هيتواصل مع فريق طبي مختص تماما هيرد عليهم ويعرف كل استفساراتهم وايه طلباتهم وهيشوف اي مشاكل عندهم وهيديهم الكورس بناء على احتياجاتهم هم. مين الاكثر عرضه للاصابه بالخشونه؟ ستات، رجاله، الاطفال؟ الستات اكتر من الرجاله طبعا. الستات اكتر. اكتر طبعا. ليه بقى؟ لان زي ما اتفقنا كده برضو الستات اولا يعني الحمل والولاده دول جزء رئيسي جدا جدا من ان هم بيتاخد من مخزونهم في الولاده بالذات والاطفال عشان يتبني الجسم الطفل بياخد من الام والام ما بتاكلش كويس. ده رقم واحد. فطبيعي بيحصل ان هي مع تكرار كمان الحمل والولاده الموضوع بيسوء يعني بيوصل ان بعد كده ممكن يتاخد من عظمها الكالسيوم عشان يروح للبيبي فهي ما تبقاش حاسه بده ومش تشعر بيه غير ان هي بعد الولاده تقول لك انا على طول دراعي بيوجعني، رجلي على طول وجعاني، بتشتكي دايما من الم ظهر. فتبدا تكشف هتلاقي عندها هشاشه او نقص فيتامين دي. ده حاجه يعني بس الهشاشه دي اكيد لان هي بتبقى مهمله في صحتها هي شخصيا. لازم دايما المخزون يكون مليان، انا ما ينفعش اعتمد على الاكل اللي انا باكله ده هو ده اللي هيكفيني. ده بالعكس انا لازم اخد الزياده عشان احوش فيوم ما احتاج الاقي. تلاقي عندك مخزون. وهي دي المشكله اللي بتواجه معظم السيدات عشان كده دايما النسبه اكتر في السيدات في الخشونه. طبعا تاني حاجه الكعب. ده بقى من احد الاسباب الرئيسيه كارثه لخشونه الركبه بالنسبه للسيدات والانكل والظهر كمان بيتاثر جدا من موضوع الكعب ده طبعا. على فكره الكعب بيأثر على الجسم كله يعني صح. بيعمل لودنج في حاجات كتير غلط فبيبدا يعمل مشاكل في المفاصل. في ستات تقول لك انا متعوده على الكعب انا بلبسه من وانا صغيره انا مش بيضايقني. هل مش بيضايقها بس هي هتكتشف بعد كده ان السمانه شدت واسرت بدات تشد الخلفيه بدا يجي لي مثلا غضروف في ظهري. هو يقول لك جالي فجاه؟ لا هو ما جاش فجاه، هو حضرتك بتلبسي كعب بقالك سنين وفترات طويله جدا وما بتعمليش ستريتشنج اصلا للسمانه خالص فطبيعي ايه اللي هيحصل؟ هبدا اخش في مشاكل ثانيه قدام. انما هو احنا ما بنقولش ما بنلبسش كعب، اكيد في مناسبات وحاجات لازم الواحد يلبس كعب بس في بقى حاجات معينه بعديها لازم ارجع البيت مثلا اعمل ستريتش للسمانه، اشوف مثلا ظهري اتاثر ازاي، اعدل البوستشر بتاعي، اظبط نفسي وهكذا. بقول لي طرق التواصل، احنا للاسف يعني وقت حلقتنا خلصت بس عايزاك تقول للناس كمان تفكرهم بطرق التواصل. طيب طرق التواصل، التليفون موجود على الشاشه هيتواصلوا معاهم في اي وقت، هيلاقوا فريق طبي بيرد عليهم ان شاء الله ويوفر لهم كل احتياجاتهم. دكتور نورتنا وشرفتنا ودايما كده موجود معانا منورنا. ميرسي ان شاء الله. خلصت حلقتنا النهارده من الحريفه، نشوفكم ان شاء الله في حلقه ثانيه.